فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من صلى سنة الفجر في البيت ثم ذهب إلى المسجد ولم تقم الصلاة بعد، فهل يصلي تحية المسجد؟ على الخلاف، تحية المسجد هل تصلى في وقت النهي أو لا؟ فإذا صلاها بناء على القول بأنه بأنها من ذوات الأسباب فلا بأس، وإذا تركها وجلس اعتمادا على النهي عن الصلاة في وقت النهي فلا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.